اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا سيدنا يا رسول الله، يا سيدنا يا حبيب الله، يا سيدنا يا رسول الله، يا سيدنا يا حبيب الله، يا سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا سيدي يا رسول الله، يا سندي يا حبيب الله. الحمد لله موصل الخلق من أدمي، ثم صلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من تذكر جيران بذي سلم، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. أم هبت رهم تلقاء كاظمتين، وأومى ظل البرق في ظلماء من إظم. فما لي أينك إن قلت كفوا فهمتا، وما لي قلبك إن قلت استفق يهمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يحسب صب أن الحب منكتم، ما بين منسجم منه ومغترم. لولا الحالم تريد دم أن ألا تللين، ولا أعرف طل ذكر الباني والألم.
فكيف تنكره من بدا ما شهدا به عليك عدول دمع وسقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبات الوجود خطي أبرات ووانا مثل البحر على خطيك والآن من أنسار طيب من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذاتي بالعالم يا دائمي في الهوى الأذري مأذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أدبك حاليا لا سري بمستتر عن العشاة ولا دائب منحسم ما حلت للنصح لكن لست أسمعه إن المحب عن اللذان إني تاهمت نصيح الشيب في أدب والشيب أبعد في نصه أن تهمي مولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرتي بسوء ما تأوات من جهلها بنذير الشيب والحرم مولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا أدت منا في الجميل قراء ضيف ألم براس غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سيرا منه بالكتم من لي برد جماع من غوايتها كما يرد حما الخير باللجم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقى بشهوة النهم مولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنفس كالطفل بلاه
بالرضا بعيد تقدمه ينفتي فصرف هواها وها ذر أن توليه إن الهوى قد لا يسمع يسمي وراهها وهي في الأعمال صائمة وإن هي استهلت المرأة فلا تسمي مولي مولاي صل وسلم دائما أبدا ألا حبيبك خير الخلق كلهم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السنة في تسامي وحشة سائسامين جوع ومن شباء فربا مخمسة شر من التهام واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المهارم والزمح ميات الندم وخالف النفس والشيطان وسهما وإنهما ما هوى فالنصح فتهمي مولي مولاي صلي وسلم دائما أبدا ألا حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطه منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا أمل لقد نسفت به نسلا لذي أقومي أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي تستقيمي ولا تزوت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصوم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولم تسن ما النهي الظلام إلى أن استكت قدما ورم ورمي وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كاشحا مطرف القدم وراودته الجبال الشن من ذهب عن نفسه فأرى أيما شممي مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
بالخلق كلهم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تغدو على العصم وكيف تدو إلى دنيا ضرورة ما لولاه لم تخرج الدنيا من الأثم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من رب ومن أجم مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائي إلى الله فمستمسكون به مستمسكون بهبل غير منفسم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم طال البدر علينا പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനുകളെ, നമ്മുടെ പവിത്രമായ സഖാഫി ആറാദീബ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുകയാണ്. ആദരണീയരായ സയ്യിദവർഗൾ നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ഇലാ ഹദറത്തിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ്.